يعطيكم الصحة والعافية. شو رجوما؟ أهلا حبيبي، السلام عليكم حبايبنا، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية دائما يا رب. نشكركم على كل التعليقات الحلوة اللي تكتبوها عني، واللهم اجعلها بميزان حسناتكم يا رب. ان شاء الله يا رب العالمين. هو ايش راح نسوي اليوم؟ اليوم راح نسوي كفتة بالراشي. هاي كفتة بالراشي طبعا على طلبكم، لان اكو كم متابع طلبوا كفتة بالراشي، فاحنا تأخرنا وهاي استسمحونا بيها، فاليوم كفتة بالراشي. فخليكم ويانا ونشوف الحجية ايش محضرتنا اليوم. وعاشوا معكم يا امي الحجية. امي شنو المكونات؟ نص كيلو لحم، هاي كرفس هنا باقي صغيرة، هاي هنا كوب مال راشي، هاي هنا بصلاية وسط، هاي هنا خاشوقة فلفل أسود، هنا خاشوقة ملح وسط، هنا خاشوقة صغيرة لمندوزي، طبعا هنا خاشوقة صغيرة فلفل أسود. زين، أول شيء إيش راح نسوي؟ هسه راح نثرم اللحم. أول شيء نثرم اللحم. إيه. يلا. وهذا اللحم صار جاهز. ايه ثرمنا وياه الكرفس والبصل. والبصل اي نعم بالضبط. بس راح نخلي اللحم هنا. بس راح اخلي الفلفل الاسود. راح اخلي الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. جاي يسألون سؤال زين أحد المتابعات، يقول الكبة مال اليقطين اللي سويناها هل يصير تقليها بالمقلاة الهوائية؟ إيه يصير. يصير عادي ماكو مشكلة؟ إن شاء الله ماكو مشكلة. هاي زين حجية. وأكو متابعة ثانية تقول ليش العجين مال الخبز اللي سويناه ذاك اليوم همين ما ينفش وياها لا العجين ولا الخبز؟ شنو السبب؟ السبب الخمرة. الخمرة تجربها تخمرها بوحدها. اي يعني ما تخليها ويا الطحين، لما تشوف تثق بيها تخليها ويا الطحين. يعني الخمرة تجربها اول شيء قبل ما تخليها ويا العجين. ويا الطحين. يعني تجربها لوحدها، تخلي شوية خاشوقة كبيرة شكر. اي تخلي وخاشوقة كبيرة خمرة. ويا شنو؟ ويا المي الدافي. ويا المي الدافي شو يصير بعدين؟ عم تعرف انه اذا نفش لي فوق يعني المي اختمر. اي هو الخمره اي اختمرت لي فوق يعني هاي ناجحه. اه اوكي. اذا ما اختمرت ما تخليها. اه حلو، يعني لازم يكون يعني تشيك على الخمره اذا ايه. يعني الخمره احتمال منتهيه الصلاحيه او مو شغاله، نوعيه مو زينه. ايه. يعني اول شيء تجربها بعدين تخليها على الطحين، ان شاء الله تصير شنو نفاخه كبيره. هم طبعا شافونا شلون احنا بالشتاء خليتها بجزريه بيها مي دافي ازيد من دافي شويه. زين. وغطيتها يعني خلال ساعه نفشت. اي بس هم صيف عندهم هسه. أيه. يعني تقدر تخليها وتلفها وتحط لها فد شيء يعني بطانيه صغيره شيء. أيه. وعادي يعني تشوفها اذا تخليها لحد ما تنفش لي فوق. أيه. وتقطعها وتريحها شويه وبعدين تبلش تشتغل فيها. سؤال ثاني هم شو يقول؟ يقول الزيتون خلط ويا الخل زين بس ما صار، اكو مشكله صار بي، شنو السبب؟ هو اول شيء جايبين لهم يا اول قطفته. أيه. يعني قبل لا يستوي زين. زين. زين وهذا الخل هو مواد حافظة. اي. فهي المفروض تدقه أول مرة. زين. تخليه أربعة أيام، كل يوم تبدل المي عنه أو ثلاثة أيام. اي. زين. وبعدين تخليه بمي وملح، شلون سوينا الملح طوفة البيضة. اي. خليناه.
وينجح وياها ان شاء الله. وهي موجود على القناه همين يعني، اي الزيتون الاخضر هم موجودة سويناه يعني، اي، ممكن تشوفه لان اعتياد. هو الخل مواد حافظة صح يعني، هسه يراد لها سنة او ازيد من سنة يلا يستوي. مضبوط كلام صحيح. هسه شيء تقطيع يصير يعني تسوي مثل الكباب؟ اي والله، وتدعي لكم الحجية والله من كل قلب ورب. هواي طلبوا الدعاء حجية، وانت قرأت التعليقات وشفتيهن. اي والله ما اقرا اي تعليق بدعاء الا بساعية ادعي، ادعي له بالخير ان شاء الله ان شاء الله يا رب. وبكل صلاة ان شاء الله، ما اقصر بأحد. اكيد ما تقصرين حجية. زين يعني انا هم اسئلة الحجية كاتبتها، قلت خليني شنو خليني اقراها. ليش شجر اسم النخل يعني بالاكياس محطوط؟ هذا قلناه طبعا قبل، هاي مال ليش النخله محطوطه بالاكياس محجيه؟ هاي على مود شنو؟ قالوا خلوها سنه بالكيس على مود شنو تاخذ هيك يطلع بالجذور او شيء بيها، مو صحيح؟ ايه، وبعدين نخليها بالقاع. بعدين بالقاع، بس لازم السنه تظل بالكيس هذا بالمزرعه يعني، قلنا هالشيء عرفتوا؟ زين، نادي الوالده يمه. يمه. زين يمه يلا. اي ما انا اقول حجيه دائما يعني، يا حجيه ويمه طبعا اكيد امه حبيبتي هاي. بس هواي يقولوا لي يعني، يقول لي الحجيه يمه، هي امي اكيد يمه عادي. يعني هي تطلع الحجيه من عندي مرات هيك مرات يمه عادي يعني، فخلوا شنو شو ما تطلع هي تطلع عادي، ماكو مشكله، بس اهم شيء القلب. طبعا اهم شيء الكلمه، مرات يقول لك يابا كلمه يمه كبيره. اي مو هواي ترى اكو كلمه يمه يقولوها بس هم ما يعنوها. هي كلمة اليوم تطلع منها ترى من القلب، الحجية تطلع من القلب، أهم شيء المعزة مالتها وين؟ هنا. زين؟ الله يرضى عليك. ولا التسميات ترى مو مهمة، أنا الله يحمد كل الولد على أمهاتهم يا آمين رب. يا رب العالمين. هاي طبعا همين أكو خالة ما أريد أذكر اسمها، أخاف تزعل أو شيء، لأنه قالت ابنها ما يسأل عليها وما يحبها، فجنت تحت أقدام الأمهات يعني. ف هلا هلا بأمهاتكم. يعني هو شلون تربى؟ هيك وحدة؟ لا لا وحدة سهر وحدة. الليالي والتعب اي كل شيء، بعدين ايش سويتوا لنا؟ يقول لك يا بس سويتوا لنا. زين، فلا الام ما تتعوض نهائيا. قلت لكم الكلمه مو هي المهمه، القلب هو المعزه، الرضا من الاهل هو المهم، مو صحيح؟ صحيح. يعني فا اي يعني المهم، فا اكو عندكم شنو عندنا بعد؟ كم سنه صار لكم باستراليا؟ 12 سنه. 12 سنه. العيشه باستراليا قلنا راح احكي عليها، ووعدت الاخ اللي علق زين انه مو هذا الاسبوع، اذا مو هذا الاسبوع فالاسبوع الجاي ان شاء الله قاعده هيك، ونحكي على العيشه باستراليا شلونها وشنو الفرق. سؤال جدا مهم هم اجى، شنو الفرق بين العيشه باستراليا وبالامارات؟ كلش سؤال مهم هذا يعني بالنسبه للشغل، وهلا اكو فرق شاسع وراح نحكي عليه. زين، شنو بعد؟ شنو الجهاز الشامية هذا؟ ان شاء الله نسوي به هذا شغلته سهله يعني ان شاء الله. زين، بس يجون الجهال، يجون الجهال نسوي شاميه ان شاء الله. زين، بلكي اليوم انا اسوي عادي ماكو مشكله. ليش الزيتون بالشمس الاسود؟ اي احنا لما صورنا اول ما صورنا كان بالشمس، انت هسه كنت غاسلتيه يمكن؟ اي كنت غاسله. اي على مود نقدر نزرفه، حبيت انشفه شويه. لازم يتنشف شويه على مود كان مغسول يعني. اي كان مغسول. اي بالضبط، احنا مو شاريه بالشمس ساعات يعني، نص ساعه او نص ساعه. بعد شيء؟ شوف لي ورا. اي لا لا ماكوش. الحجيه تكتب شو اسمه المدونات مالتها. اي حجيه هسه شنو خليتي هاي فوقها؟ اي هسه اكملها ان شاء الله. اي واذا واخذ اللي على قد ما اريد اسوي اكل. نعم. والباقي خليه. فتره القلي تقريبا انا صار لي اعتقد فيديوين، لان ما كنا بالمطبخ هوايه يعني، بالزيتون وبالطلعه الاخيره مو؟ فطبعا نسينا، صارت ايام ها، نسينا دهن الحر. انتوا تنسون واني ما انسى. جلست امبارحه. اي ها شفتوا؟ يعني ماكو يفرغ شويه الحجيه ترجع تسوي مره ثانيه، انا طبعا شفتها كانت مسويه والله. هذا دهن الحر والفيديو موجود وتعلموه، لانه تعرف شنو؟ يوفر لكم هوايه، هوايه يوفر هذا. لان من القشطه سوت زبد مو؟ ومن الزبد دهن الحر، يعني فتخيلوا شغلتين بشغله واحده تصير بتكلفه جدا قليله، جدا جدا قليله، حتشوفوها يعني بس تشوفون
الفيديو راح تعرفون شنو الموضوع. يعني واحد يقدر يجيب زبد هم يسوي دهن حار بدون ما يجيب قشطة. لا انت سويتي، انت جبت القشطة ايه؟ على مود تسوين زبد. ايه؟ يعني تسوين قسم زبد وقسم دهن حر. ايه؟ بس اللي يريد يجيب قبل زبد وسوي دهن حر وخلص. يعني شفتوا فتكلفة ماكو يعني. هاي يطلع ربع كوب. خاصة زيت. بايام الغلاء هذا الزيت صار مثلا غالي وهالشغلات هاي مو صحيحة حجية. ايه؟ شو يصير عندكم بهاي الشغلة توفرون شغلات بالدهن الحر تشتغلون بيه ترى طيب ما بشي. تقلينا مثل الكباب يعني. يعني إيه بس ما اقلي كلش هيك نص استواء نص استواء نص استواء إيه؟ زين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن كل السريعة ما تاخذ وقت صح هسوين بعد وجبة؟ ايه كلهن؟ بس اشوف والله قصدي الكمية يعني هاي ظنها هي بس زين الكمية طلعت يعني اكو بعد هنا هنين بس هجي تقول يصير هواية يعني على حسب كمية الراشة اللي حتخليه فهيج كمية ممتازة تكون نصرها طفي هذا نص استواء ايه نص استواء هاي كده اثنين شوية زيت هاي شتي من عده هواية صار عمود الكمية قصدي يعني ها راح ترجع هنا تشتغلين به اه اوكي لازم اعرف انا خطوه بخطوه خاف مواليدكم متابعين انتم وياكم انا عرفتوا اخواني واخواتي فانا وياكم اي سؤال يجي على بالكم انا دائما اساله صحيح؟ صح اي هسه هيجي زين زين هسه نجيب الراشي نجيب الراشي طبعا هسه عندنا هنا الراشي زين الحجيه راح تخلي المندوزي عليه الملح الليمون وراح تخلي همين خاشوقه وسط مو حجيه خاشوقه وسط ملح خاشوقه وسط ملح زين يعني خاشوقتين يعني بالضبط يعني خاشوقه ويا اللحم وخاشوقه ويا الراشي زين يعني هذا خاشوقه ملح وسط اي هنا خاشوقه صغيره للمندوزي حلو هاي هنا الراشي عمود لا تطلع فاهية يعني لازم تخليها الملح الراشي اي هاي الراشي سويناه اي هذا الراشي هم سويناه هاي دهن الحر والراشي زين اليوم الدعاية عليهن فالراشي هم سويناه الفيديو موجود بالقناة تاخذوا لكم فرع على السريع زين عيني بس على كيفكم شوية شوية حتلاقون هواي شغلات تعجبكم هلا انا اشتغل اليوم ما اشتغلت كل شيء شنو تخين هدي بس كل ما اخلي له مي شوي شوي يسخن بعدين يصير عدل زين Thank you.
الرش قوية. هاي تقريبا صار كوبين مي. ايه. اخذت كوبين مي. ايه. يعني كوب راشي وكوبين مي، خاشوقة وسط ملح، خاشوقة وسط لمندوزي لو خاشوقة صغيرة. خاشوقة صغيرة. خاشوقة صغيرة لمندوزي وخاشوقة وسط ملح، كوبين مي، كوب راشي. هي حسب زوجتها. ايه. نار العالي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شوف شلون لزوجتها. اي. خطت ويا الزيت هسه. اي. اي. هسه نخبط الراشي ويا الزيت كله كامل. ايه. صح؟ ايه. انا الزيت خليته هذا لان بي نكهة اللحم. ايه. نكهة البهارات. المعدنوس والبصل. اي بالزيت يعني صار. بالزيت ايه. يصير اطيب. صح. يعني اكو بعدهم ينشفون الزيت ويخلون بس الراشي بوحده مو صحيح؟ لو ما يصير هيجي. لا هيجي يصير بس. بس بهالطريقة هاي، يعني لازم الزيت هذا شوية تخلوه من عنده على مود شنو؟ ينخبط ويا الراشي. اكو مي بعد؟ ايه. هذا بعد نص كوب مي. نشوف دا يجمد. اي. صار كوبين ونص مي وكوب راشي. انا عمود انا راح اكتبهم طبعا بال زين بالدسكربشن. ان شاء الله. ان شاء الله. بصندوق الوصف. زين جلسة ايش راح نسوي؟ هسه خليني فوراً. اي. ونطفي الطبخ جوا. يعني جاي اطول تقريبا. يعني خمس دقائق. خمس دقائق بس. اي. يلا خمس دقائق ونرجع لكم، هاي شغله صح. سريعه. ايه؟ على السريع والله خلصناها ما تظن ايه؟ نص ساعه؟ كلها طولت ايه نص ساعه؟ نص ساعه. كلها نص ساعه من اولها لاخرها، ايش تريدون بعد والله فد شغله سريعه زين وما تطول وياكم يعني باي وقت عصريه مغربيه بالليل الظهر الصبح اي شيء اي وقت تسووها تصير وياكم. حتى لو يجون خطار دقيقتين يخلص. حتى لو تجي خطار لما حجيه دقيقتين اسوي لكم اياها عادي، تقول لو تجي خطار مو صحيح؟ اذا يجيكم خطار يعني قصدك. اذا اللحم مفروم وجاهز ربع ساعه هي كامله. خلاص هي احنا عمود ثرمت اللحم طولت. اي اوكي. يعني اذا اللحم مفروم وجاهز يعني ربع ساعه، هاي شنو؟ هاي نفس يعني يسوون شاي من نانا وتخلص الاكله من نانا، نفس الشاي. يعني لما تقلب وتيتم يمكن تتاخر ازيد. اي هسه يقول محمود الخمس دقائق نخلص بها الشاي مو ربع ساعه، لا يعني خمس دقائق يفور الشاي و10 دقائق يظل عنها هالدربي زين فيظل ربع ساعه. بس الريحه حجيه مو طبيعيه والله. الريحه كلش طيبه. الصنطيخ صمون تتذوق. اي والله صمون يوم حجيه سوت، انا جيت يمها فسوت صمون، سوت فت حركات اليوم الصبح ما ادري اقول لكم راح اسويها بعدين، قلت لها والله سويها هاي وصوريها فراح اخلي لكم اياها مفاجاه احسن. والله شلون صمون شلون حركات سوت اليوم الصبح شيء رهيب. طباخه شويه للاخير. هسه تنسين طباخ للاخير. زين. دقيقتين ونطفي. حلو. اي ما طولت خمس دقائق على النار. وهاي الدقيقتين خلصن، شنو حتجي هسه؟ هسه راح نطفي الطباخ. طفي الطباخ. السرعه خليلك تتذوق. عاشتي ايش والله. اللي دائما تخجلني تخجلني بهاي السوالف. طبعا الحجيه قالت لي جيب كرفس نخلي على الماعون نزين الماعون بالكرفس. خلينا نشوف. انا رحت ذاك الصوب نور البيت حجيه قالت لي هنا الكرفس يمه مو هناك. وين حجي؟ نعم. 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 هذا هاي زرع ناعم. هذا اني. اي وحده ايش شو تريدين؟ يعني شويه؟ اقطعي انت كيفك. اي. تم اذا قصت منها لما اشتغلنا بالبدايه كان الكرفس من انا من الحجيه شارته يعني. زين.
عشت ايدك بس هيك. بس اليوم نقول جمعة مباركة عليكم ان من شاء البداية. الله جمعة مباركة وسعيدة وخير وبركة عليهم متابعينا الكرام. ان شاء الله يا رب العالمين. يلا خلينا نروح نزين المعود، لان انا متت من الجوع على مود نذوق الكفتة بالراش. هذا يعني المعود صار جاهز، حجيه زينة شوية. طيبنا المعون صار جاهز، ها حجيه؟ ايه نذوق؟ نذوق. وهذا صمون عيني، شلون صمون؟ يلا خليني اذوق. يا حبايبنا بس شنو عيني تذوق؟ بسم الله. شنو عيني صمون؟ شوف شلون؟ الصمونة تنفتح على شنو تحط بيها همين فلافل. احنا دائما نتذكر الصمون ويا الفلافل. عذاب نفسي. زين وهاي شنو؟ اللحم ويا الراشي، بسم الله. بسم الله. الحمد لله يا رب. والله يخبل. العافية. الله يعافيك، والله في الشيء خطير. راح أكمل. وفي لحد جيه. أنا ما أكل وأنا أسطور. ما تأكل ما تقبل والله. إيش كذا أقول لها؟ أبد. أنا ما في دار هذه قاعدة. زي ما رخصتكم طبعا. والله عشت لي شيء خبل طعم طيب 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 ويا الراشي ويا البهارات، والله شيء الملحة مالتهم كلش ممتازة. والملحة مالتهم كلش ممتازة والله عشت لي شيء. ان شاء الله يجربونا وينجحوا وياهم ياكلونا بالف عافيه. ان شاء الله يا رب العالمين مثل ما قلت لكم ام الحجيه، ان شاء الله يجربونا وينجحوا وياكم وتاكلونا بالف عافيه، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع تحياتنا قائد الفريق امي الحجيه وانا ابنها محمود من استراليا، وفي امان الله. السلام عليكم. مع السلامه حبيبي.